عرفتلكم امثال بتودي الداهيه. سمعت المثل اللي بيقول اسم النبي حرسه وصينه؟ نعم يا اخويا، اسم النبي ما بيحرس، الحافظ هو الله. فهمت؟ ولا المثل اللي بيقول ده لا يرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل؟ ليه ان شاء الله؟ ده افك عظيم، محدش يقدر يمنع رحمه ربنا ابدا. ولا يقول لك ده العبد المأمور، الامر لله. افهم بقى. ولا المثل اللي بيقول طور الله برسيمه، ده سوء ادب مع ربنا. ربنا ما عندوش طور، وانت كده بتهين الانسان. هتاول على اللي بتقول كده. والمثل اللي بيقول ربنا افتكر، وربنا بينسى عشان يفتكر، وما كان ربك نسية. واللي بتقعد تتخانق مع جوزها وتقول دي حاجة تأثر العمر، لا يا اختي، عمرك ربنا كاتبه، أثر لسانك انت بس. في منتصف الجبهة. واللي بيروح يعلي ويقول حياتك الباقية، لا البقاء لله. واللي بيقوله رزق الهبل على المجانين، ده كارثة. افهموا، الرزاق هو الله. والمثل اللي بيقول يدي الحلقة، اللي بلا ودان يا بارد بتعترض على قدر الله. والمثل اللي بيقول كتر السلام يقل المعرفة، من الزيات اللي قال كده؟ رسولنا قال افشوا السلام. سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم.